وش تبيعي جريدة عبير؟ أهلا ومرحبا بكم معنا في البتش المباشر من مدينة الدار البيضاء. معنا ومعكم اليوم مشاهدين جريدة عبير، مشاهدين الكرام، سجين سابق مراد، أشهر سجين في منطقة حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء. مراد مكاينش اللي ما كيعرفوش في حي مولاي رشيد، بعد ما دوز 25 سنة ديال الحبس خرج وتاب عليه الله، واليوم غاش عرفوا القصة ديالو وشنو وقع ليه مع واحد السيدة اللي من بعد ما تعرف عليها ونوى أنه يبدل حياته ويعيش مع المجتمع ويندمج مع المجتمع، ولكن اكتشف بعض الامور اللي خطيره ونخليها تسمعوا على اللسان ديالو. مراد مرحبا بك على جريده عبير. الله يعاونك يا خويا. تفضل اخويا، اليوم غنبغيو نتعرفوا عليك ونعرفوا شنو المشكل ديال خويا مراد. تفضل خويا. المشكل ديال خويا واحد الدريه يلاه خديته. اول حاجه كنعرفنا براسك ونعرفوك. ماشي مراد اخويا، مراد. الدريه يلاه خديته يلاه الشهر دابا. عندي القاط بي الله شهر باش خديته، هي كانت معايا 3 سنين. انا من هنا بعليا الله صاحب تاتي ضايعه وانا ضايع، اللهم خشي نتزوجوا قبلوا دارهم هادي، مشاو الدار هضروا معاهم مشاو الدار قبلنا مشينا. زعما هي تيا دار بيدات تكمي الله يعفو عليها ويعفو عليها، قلت لها تحيدي داك الشيء مرحبا بك نتزوجوا، قلت لها صافي مشينا لدارهم صافي خطبناها عطيتها الصداقه ديالها وداك الشيء. جبت للدار جلست مع الدار شي 20 يوم ولا هادي، ما ديما تكون نهار تجي طلع عند امها للدار، تجلس مع امها ما نحبسهاش، تجلس معها في الدار تجي عند امها. دابا انا مشيت للدار ملي خطبت وجيت للدار جلست معايا انا، تجبد لي كرشه من فوخه، قلت لها كرش من فوخه، قالت لي لا راه ماكله، قلت لها لا ذكرى الحمل، قلت لها لا الما، قلت لها لا حامله، قول لي الصراحه، قلت لها اه راه الصراحه حامله، انا مراد بغيت نتزوج بك. وجد طلقني طلقني باش بنادم يقول راه المهم يقولش بنادم مين حامل، المهم راه كانت مزوجة بمراد وطلقني. واخا سول خويا مراد، قبل ما تكتشف انها حاملة عمرك مارستي معاها شي علاقة؟ لا ما بقيتش مارست معاها من زمان، شحال هذي شي 3 سنين واربع سنين. يعني انت دايجا ما تشكش عرفات؟ اه مرشي ربع سنين ونتا تزوج تلاقي شي بنت سيدة. اه كم يا خويا مراد ملي كتشفتي انها حاملة؟ كتشفت انها حاملة قلت لها وريني بوه، احسن حاجه خصك توريني بوه، قالت لي لها كان ناكرو بوه مرحبا بيه، انا نهزو كان بوه غير غدا غدا غيجي يقول لي بوه ويجي يقول لي غوش هادي راه ولدي ولدي ولا بنتي، اللهم خشي وريني بوه، قالت لي انا باغا نتزوج بك هاد الشهر وهادي وطلقني باغا هاديك اللعبه انا بحال انت زعما اللي حامله منك، قلت لها خشي انا لا، قلت لها خشي غنطلقك في هاد الشهر ما باغيش انا ندي التقليد، شفت عارفه حامله. اه ما بغاش ملي طلعت هنا، ملي طلعت هنايا هي وما انا في الحانوت، ما هي عارفه الفلوس هنايا او داكشي ديالها باقيني، هي عارفه الفلوس هنايا، طلعت ما جالسه معاها طيبت شي ويا شي حاجه في الكوزينه صافي، هزت الفلوس من هنايا، انا قلت للشرطه البوليس هزت درت ديكلاراسيون، هزت الفلوس من هنايا ما مالي هزات هي ما عمرها هزات، هي عارفه من هنا هزات امها. واش عرفتي مولي هزات؟ شنو هو؟ حتى مولي تهز، ما تتشرب وتدير كلشي راه عارفين هما، عارفين بغيت نسميها عارفين معروف، راه حتى البوليس يعرفوه. شي ديكلاراسيون عند رجال الامن؟ اه ضروري درتو. شنو الدائره درتي فيها؟ الحي الصناعي. تابعها انا. اه راه باقا عندهم جربة باغي نستدعيهم حتى تحولات فيا. شنو قلتي في الشكايه ديالك عند رجال الامن؟ مولي هزت ليا فلوس وهي تبعتها هربت معاها. نورا انا ما شفتش نخرجوا من الحانوت. انت متاكد اخويا مراد ان هي اللي هزتهم وانا ما بغيتش الفلوس، انا بغيت نعرف علاش هربت درت لي بحال موك شهر يلا لقاها الشهر زيد الفلوس، انا مكتوبه في الدوسي بحال الصناعي وتليفون هاد اللعيبات اخرى راه قلت شنو هما هاد اللعيبات اخرى؟ مع موتي تكمي ما عندي فلوس الكارو وفوت القهوه تنديرهم في هاد المشهر هذا. زدت لي الكارو زدت لي الفلوس وواحد التليفون نضربو عليه لافيشور وسي هو هو نضربو عليه لافيشور نخليه نصايبو تا هو هزات. وراه شحال دار في الحبس اخويا؟ خويا دابا 25 دار. علاش دابا دوز الحبس اخويا؟ ديال مضاربات مرة السارقة مرة هادي أي حاجة. الحمد لله اخويا. عندكم الوحي ديالك باش خرج فيا داك الشيء ديال الحبس وداك الشيء ديال التعدد ديال عباد الله. خرج فيا في هاد الشي اخويا، انا ملي خرج فيا في هاد الشي صافي سبت الله بو مات ليا حاج الله يرحمو، مشى قال غادي الجنة الله يجعل ربي يرحمو،
انا دنوب عباد الله ما فين خرجوا فيه اخويا، الفتحه الاولى الفتحه الثانيه وباقي بحال موك. هم وراه اللي غادي يشوفك يقدر. كاين بعض الناس، ماشي كلشي الناس بحال بحال، كاين بعض الناس اللي غادي يقولوا وقال مورا باش كيتعاطى المخدرات ولا مورا باش باقي. لا دابا انا مع الضرب هذا ما تنديرش مخدرات اصلا، قارو فين كبير. حتى الطبيب قال لي مابقاش دير شي حاجه باش نديرو لك التيو ونحيدو لك هاي. انا بقيت نتسناو في يوم بقى ما عيطوش عليا حتى هما في ميريزكو، عندي العمليه في ميريزكو والوراق كاين كلشي، بقى ما عيطوش عليا. دابا راه غادي 4 شهور وعيطوا عليا ديك النهار قال لي جيب تحاليل وهادي وهادي، مشيت ديت لهم داكشي كامل ديتو ليهم وقال لها دابا نعيطوا لك، قالوا لهم نعيطوا لك في التليفون وجيبوه. اما بقى ما عيطوش عليا دابا عاوتاني الشهر. دابا انت عندك زياده على هذا المشكل كامل اللي وقع لك، عندك عمليه خاصك دير اخويا. عندي جوج اخويا، عندي جوج، عندي هادي وعندي هادي. هادي كانت خشا فيها واحد جنويه، كانت تحكم 20 عام وسمحت لي كاع وخرجت. كان شاف ليا جنوية انا تسامحت معاهم حيت مراضعين معايا صافي، وخرجت ليا دي من هنايا، تفرقعت ليا من هنايا، من هنا اللي خرجت تفرقعت ليا من هنا. اش غادي تبكاك اخويا؟ انا باغي نعرف هادي علاش دارت لي هاد الشي وعلاش عدات عليا. حيت انا مشيت معاها مني هاد الشي وكي غدرتني اخويا. اتشابي سيري يلا يلا، حسيت براسي وليت بنادم متزوج، انا ما عمرني تزوج. يلا هادي ما كملت الشهر اخويا، ما كملت الشهر زدت لي الفلوس وزيرس. هادشي يوم ما تدي تطلب باب سطوباج وداكشي، انا قلت لها حايدي من داكشي، اجي نشد انا وك حانوتي، اجي كولي وشربي وحايدي من داكشي. الكره ديال امك قلت لها انا نعاونك في الكره ديال امك. واخا دابا ما تتهم بان ما يدات لك الفلوس. حيت امي اللي كتجي عندي ديما للحانوت. اذا كانت امك والزوجه ديالك اللي هي هربات كيشوفوا معنا انت ضعيف، شنو بغيت تقول لهم؟ شنو نقول لهم؟ انا ماني اللي بغيت نقول لهم، انا اش درت ليكم؟ هادشي اللي بغيت نقول، انا اش درت ليكم؟ قالت لك صداق، هاد صداق عطاتوني امك، قلت لها يلاه نمشي نشري لك انا، قالت لي لا نمشي انا وامي هي اللي عارفه اش غادي نشري. غادي تثبت الصداق، حتى الحوايج ما جابتوش، هادو انا جبتهم لها امي هنا. انا اللي جبت شو منها، انا بغيت نعرف علاش دارت لي هاد الشيء اخويا. خويا مراد الله يجيب لك الشفاء خويا. يا ربي امين اخويا. رجال الامن غيقوموا بالواجب ان شاء الله تجمع الشفاء ديالها. لا تيما ما فيهش نيش، تيما قال لي احنا تنصيفطوا لهم في السيدة وهم تحولوا من تما. كانوا ساكنين تحولوا هاد 3 ايام هادي، انا دابا ما عرفتش. ما عندكش عنوان مستقبل؟ لا عندهم عنوان بلاصه اخرى. وما لا بتكازا شي كلمة أخيرة أخويا. كلمة أخيرة أخويا، بغيت نعرف أنا أش درت ليها وعلاش شديت ليها فلوس وعلاش دابا هي أخويا تدوز لي واحد التليفون شي بقى عاير فيه. عندك مكالمات كيعيطوا لك؟ تتعيط عليه بالنمر وتبقى تسب فيه واحد من العشرين لعشرين، متنعش شي تقطع التليفون ولا تنطفي على باش نريح. دابا انت باش كطالب اخويا؟ باش نطالب بهاد السيدي علاش انا دارت ليا هادشي اخويا، وكنطالب بصحتي يا ربي تشافى. واش ما كتشوف انها هربات حيت اكتشفت فيها انها حامله المراه؟ على قبل هي على داك الشيء، هي على داك الشيء، ولكن واخا داك الشيء قلت لها انا هاني قابل عليك، ولكن بو يعرف الا بغاه انا نهار يتزاد راه غادي يدي بوه. ما بغيتيش يا الناس نقدر اختي نطلقك، حنا يلاه تزوجنا هاني نطلقك. قلت لي هي قالت لي هادشي اللي باغا انا، قلت لها علاش باغا هادشي؟ قالت لي حيت انايا كرشي خارجه غيبقى بنادم هذا منين حامله منين حامله. قلت لها اللهم انت سودا مع مراد، قال بنادم راه حامله راه حامله من مراد. قلت لها وريني بواه، ما بغاش توريني بواه. هي باش طلعت عندها امها تطلع عندها ديما هنا المحل، ديها نطلع نشوف بنتي لا طالع نشوفها. بقات وياي هنا شي ساعة، منين تعطلق طلعت هنا لقيت الباب محلول وهي ما كايناش، بقيت هذا بحال ما هكا محلول. انت وقع هادشي مور دابا شي سيمانة. دابا انت شي كلمة أخيرة مراد للناس المشاهدين، السيدة اللي وقع الزوجة ديالك والأم ديالها، شنو تبغى توجه لهم في آخر كلمة؟
وانا وجه لك اخي الكريم، انا بغيت تشهد على الله، انا مستانح بكلشي، ترجع على المحل اخويا. ما قلت لها والو. انت ما كرهتش انها ترجع رغم انها حامله دابا من واحد. راه تعرف لي بوا ودير، انا ما كرهتهاش ترجع. اما شنو الرساله اللي تبغى توجه لها اخويا؟ ايه انا رجعت، انا مسامح لما ما رجعتش، انا ما نسمحش اخويا حد ضحكوا عليا. شحال ديال الفلوس اللي تجيني؟ انا مكتوبه بالدوسه عند الولي. شحال ديال الفلوس اما؟ شحال ديال الفلوس؟ ما بقاش راه مع الجوية ديت لي مولاك شي كامل في واحد الورقة كنت شديت تم. انت واش ما عقلتيش شحال ديال الفلوس كنتي حاط؟ حتى ما ديال القهوة ديال البريس او ديال الحانوت الفلوس تنطلع تنحط تنخزنهم تقريبا شحال اما؟ تنخزنهم تنديرهم تقريبا شحال ديال الفلوس؟ 76 و 76 شرب على انت اللي قلتي الرجال. خويا مراد نتمنى ربي الله يفرجها لك يا ربي. الله يشافيك اخويا مراد، لك الشفاء اخويا مراد. يا ربي الحمد لله وعلى سلامتك اخويا بعد هذيك الضربه، راه ضربه خطيره في الكرش ديالك. هذا هو المصير ديال الاجرام كيف ما ذكرتي لينا في السابق اخويا مراد. بصح حتى وجهي ضاع عليا اخويا، وهذا الشيء ندمت عليه اخويا مراد، بزاف ندمت عليه على هذه المسائل. اسمح لي اسمح لي يا مراد، وكذلك اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام، غادي نطلب منه شي يوجه شي رساله للشباب والناس الله يهديهم. بعض الشباب اللي كيتعاطوا المخدرات واللي كيديروا الاجرام في الشارع. انا بغيت نقول للشباب، اي واحد الله يعفو عليه، والاصل ماشي من الشباب، من الوالدين اللي خاصهم يقابلوهم. ولو الشباب غيخرجوا على راسهم اخوه، اي واحد تيقصد شي حاجه الصاعقه او تيبقى غادي بالفزاني دوك الصاعقه وفي هذه حياته راه هي هذه الاخر ديالو، يا اما يموت يا اما يدير كسيده يا اما اي حاجه غيكتب لي الله فيها. المهم دير بنادم تيخرج تيخرج اخوه، والذنوب تيخرج تيخرج. كنشكروك اخويا على الضيافه ديالك في المنزل ديالك، ربطتي بينا الاتصال من اجل باش انا نوصلوا الصوت ديالك وباش الناس يتعاطفوا معاك كذلك خويا مراد في القضيه ديالك. فمراد كنشكروك مره اخرى باسم طاقم جريده شعبيب، شكرا لك على الاستضافه والله يدير لك شي شاول ديال الخير الله يشافيك. والمشجعين الكرام كنشكركم دائما على حسن المتابعه، مشاهدينا الاعزاء مشاهدي جريده شعبيب شكرا لكم، دمتم في رعايه الله ونهاركم مبروك.